محطتنا التالية يا سالي رح تكون مع عالم الصحة، ورح نحكي اليوم عن مرض يعتبر من أكثر الأمراض التي يراها طبيب الغدد هذه الأيام، ألا وهي البلوغ الباكر لدى الأطفال. لنتعرف على أعراضه وأسبابه وأكيد العلاج. بصرنا نرحب بالدكتور، أكيد وضيفنا الدائم من أهل البيت، دكتور زياد زودي، الاستشاري بأمراض الغدد الصم والسكري. صباح الخير دكتور. يسعد أهلا وسهلا صباحكم فيك ليا سالي. اهلا وسهلا. يسعد صباحك دكتور. صباحكم. بالبدايه دكتور خلينا نحكي او نتعرف على اعراض هذا المرض. هلا البلوغ الباكر وقت يظهر بعمر اقل عند البنات من 8 سنوات وعند الصبيان اقل من 9 سنوات. شو هي علامات واعراض البلوغ الباكر؟ عند البنت بينهضوا الثديين، عند الصبي بيكبروا حجم الخصيتين حجم القضيب، عند بيطلع اشعار بالوجه، علامات البلوغ بشكل تماما بيطلع حبشباب، وعند الجنسين يعني ظهور الاشعار، اذا صار ريحه الجسم عند الطفل قريبه من ريحه الجسم عند الكبار، كلها علامات بتقلنا انه في شيء عم يتغير. كمان النمو بصير بسرعه اكثر بهالفتره، بس في له مشاكل كثيره رح نحكي عليها، بس التعريف هو هاد، يعني انه تحت 8 سنوات عند البنات وتحت 9 سنوات عند الذكور، هي وتبدا العلامات معناتها عندنا بلوغ باكر. نعم دكتور، يمكن بالسنوات الاخيره عم نشوف بلوغ كثير كبير، عم يكون بشكل اعداد كثير كبيره عند الشباب والبنات ايضا. خلينا يمكن ننور الاهل، خلينا نعرف الاهل من شو بصير هذا البلوغ، يمكن طبيعه المناخ او طبيعه الغذاء او في عوامل كثيره ليا. هلا العامل الوراثي بيلعب دور، نمط الحياه بيلعب دور اللي بنحكي عليه، بس بدنا نقول نحن في عنا الغده النخاميه الموجوده بقعر الجمجمه، في فوقها شيء بنسميه الهيبوتالاموس ما تحت النهاد، هذا بيعطي هو تحفيز للغده النخاميه وبيخليها تفرز هرمونات الاف اس اتش والال اتش، وبياثروا بالتالي على الخصيتين عند الذكر وعلى المبايض عند الانثى، بينفرز التستوستيرون والاستروجين، يعني الاستروجين عند النساء والتستوستيرون، بيؤدي لتبدا مرحله البلوغ. هلا ليش بتصير هالامور قبل بوقتها؟ في كثير عوامل حقيقه بتلعب دور، نمط الحياه بيلعب كثير دور، ونحن بسبب نمط الحياه اللي عم يصير لسوء الحظ اسوء واسوء، دائما بنحكي بحلقاتنا قديش مهم اكلنا يكون صحي، نبعد عن المدمنات، نبعد عن المواد الحافظه، عن المكعبات، عن البودره بكل انواعها، عن المشروبات الطاقه وما الى ذلك يلي مليانه مواد حافظه، عن الاجبان المدوره والمربعه يلي هلا نحن بشهر اب بتنحط برا بلا براد وما بيصير لها شيء، مليانه مواد حافظه، هي قد ما بنقدر بدنا نبعد عنها، كثير بتاثر وبتعمل اضطرابات هرمونيه وبتسرع بالبلوغ، زياده الوزن بتسرع بالبلوغ، قصور الدرق، دائما نحن حكينا عملنا حلقه عن الغده الدرقيه، صح، وقلنا قديش مهم نعمل تحليل تي اس اتش بالاسبوع الاول من حياه الوليد، لانه قصور الدرق بياثر بشكل سلبي، غير بياثر على الطول، بياثر على الذكاء، بياثر على النمو، بيعمل بلوغ باكر كمان عند اوقات التعرض للاشعه بيلعب دور كثير مهم، الاحتباس الحراري كمان عم نقطع الاشجار كلها، عم يصير تصحر، عم ترتفع درجه الحراره، كله عم ياثر، عم يؤدي ل هالبلوغ الباكر. معناتها احنا في عنا كثير علامات، بس نحن بدنا ننبه الاهل انه وقت يحسوا هن انه ابنهم او بنتهم عم ياخذوه عند طبيب الاطفال، عم يحسوا عم يعطوه يعني لقاحاته، عم يعطوه عم باي مرض ثاني، عم يحسوا انه في شيء ما انه ظابط، حتى لو لانه نحن وقت تبدا البلوغ بعمر باكر بيكون هو او هي اطول من اقرانها بهالمرحله هي، بس هي مرحله مؤقته بعدين بعدين بتضل محافظة لأنه على حجمها. بصير نحن المشاشات بكل مفصل من المفاصل بيأثروا عليها الهرمونات الجنسية، بعدين بتلتحم بعمر باكر، بصيروا رفقاتهم يلي بصير عندهم البلوغ بعمر طبيعي بيضلوا يطولوا، هن ما عاد يطولوا، يعني بيمصدوا الأهل إنه هن أطول من أقرانهم هلا، بس هي مرحلة مؤقتة. تمام. صح. يعني دكتور هيدا شيء خطر، يعني هناك خطورة بالبلوغ المبكر، شو الخطورة يعني اللي فينا نحكي فيها اللي بتكون يعني غير مقبولة أو غير قابل تداركها؟ سالي بدنا نقول لكل مشاهدينا بالعالم كله والإخبارية مشاهدة وين ما كان، واليوم دقوا لي من عمان
مشاهدين عم يشوفونا ونحن كثير مبسوطين. اكيد نوجه تحيه لكل المشاهدين بكل وين ما كان عم يحضرونا، خاصه يمكن فقره دكتور زياد متابعه بشكل كثير كبير من البيت. بدي اقوله انه تصوري سالي انه طفل او طفله بعدهم لسه اطفال هن وما هيك صار عندهم بلوغ، يعني الهرمونات الجنسيه عم بتاثر، صار هن رغبتهم الجنسيه صار حتى يعني بده ياثر عليهم نفسيا، بده ينظر لهم المجتمع بشكل صار مظهرهم الخارجي مظهر رجال او مظهر انثى وهن لساتهم اطفال. هي اهم شغله عم ينعكس عليهم بشكل سلبي كثير والقصه بتضل معهم بشكل دائم، مشان هيك كثير مهم نحن ما ننتظر حتى يصير في دوره شهريه حتى البنت ويدقوا لنا دكتور صار في دوره شهريه شو بدنا نساوي؟ دورة شهرية ما بتجي بين يوم والتاني تماما، وقت يصير في نهوض بالثديين يطلع شعر المنطقة العانية يتغير يعني المظهر ريحة البنت أو الصبي يصير قريب من ريحة البالغ، وقتها بدنا نحن يعني هي علامات إنذار تقلنا أنه لازم نراجع طبيبنا أو طبيبتنا، طبيب الغدد هو الحقيقة اللي بيعطينا الشيء المناسب وندور عن الأسباب، لأنه أوقات في أسباب لحسن الحظ بين قوسين نادرة بس في أورام تنتج هرمونات بكمية كبيرة وبتأدي لهالشي ولازم نتدخل بشكل سريع. نعم. طيب دكتور خلينا نحكي عن حالتين، إذا الأهل عبكير راحوا عند الدكتور شو هي الخطوات الأولى يلي بيقوم بتنفيذها دكتور الغدد خاصة، وإذا فات الأوان وتم البلوغ ما عند الذكر أو الأنثى وكمان راحوا عند دكتور شو هي الإجراءات يلي لازم نحكيها؟ لا يعني نحن بدنا نعرف شو السبب. مثل ما قلنا أسباب الورمية موجودة لو أنه هي نادرة بس موجودة، إذا في عنا ورم على الخصية عند الذكر، إذا في عنا ورم بالكزر الغدة اللي فوق الكلية اسمها الغدة الكزرية، إذا في عنا ورم بالمبيض عند الإناث هي بتنتج هرمونات جنسية وبتؤدي لمشاكل كبيرة، إذا الورم دغري نحن تحرينا عنه بدنا نعمل أوقات في عنا مشكلة بالغدة النخامية في أورام بتصير فوق بدنا نعمل حسب يعني نفحصه أو نفحصها ونطلب تحاليل هرمونية نطلب صور إيكو نطلب مرنان وعلى ضوءه نتوجه ومنعالج السبب. هي كتير شغلة مهمة وكل ما دخلنا بشكل باكر أكثر كل ما أعطينا نتيجة أنجع وأفضل. تمام. خلينا نحكي عن العلاج دكتور، إمتى منوصل للجراحة؟ يعني إحنا ممكن نعالج بالدواء وإمتى إنه الدواء هو ما عاد يفيد فنحن منلجأ للجراحة؟ سالي إذا عنا ورم الجراحة هي الحل الأساسي هون. في عنا ورم بالخصية، عنا ورم بالمبيض، عنا ورم بالكزر، عنا ورم بالنخامة، ورم بالنهاية بده استئصال. تماما. هلأ إذا نحنا عنا زيادة لأنه أكثر الأسباب سالي هي مثل ما قلنا في تحريض من الغدة اللي فوق الغدة النخامية اسمها ما تحت المهاد الهيبوتلامس ومندور ما منلاقي فيه سبب، اوقات العامل الوراثي بيلعب دور، هون بدنا نعطي ابر، في ابر بتنعطى كل 28 يوم وهي موجوده بالعالم من اكثر من 35 سنه، لوقت نحن بيقولون الدكتور ما بدنا نلعب بالهرمونات هي اراده رب العالمين، هون لا اعطانا المعرفه رب العالمين عشان نحن تكون بين ايدينا ونصلح خلل موجود بنلعب بالهرمونات، يعني بدنا نعطي وقتها هالعلاج هذا ونبدا فيه باكرا ما امكن وكل 28 يوم وبينعطى وقت ينعطى نحن بأمان الطفل أو الطفلة رجعت مثل رفقاتها وأمورها بألف خير وبدها كل 28 يوم تكون يعني متابعة من قبل طبيب الغدد. نعم. هل مرحلة العلاج يلي للأطفال يلي بلغوا بكير هي بتكون صعبة شوي إذا ما في جراحة خلينا نحكي أو طويلة الأمد؟ هلأ حسب العمر يلي بتبدأ فيه أو بيبدأ فيه نحن العلاج هي الإبر العمر الشائع هلأ حاليا يعني هلأ إذا شفنا نحن تحت 8 سنوات بدها تنعطى لل 10 سنوات يعني سنتين زمان. هلا الدواء امن جدا جدا موجود بالعالم من اكثر من 30 35 سنه، نحن بننبسط وقت يكون الدواء موجود من زمان لانه وقت يكون الدواء اول شيء يعني يجرب على الحيوان بعدين بنحط هلا على الانسان، بس اوقات بعد ما بنحطه على الانسان بعده اشهر او بسنه سنتين بنلاقي له مشاكل بينسحب من السوق، والدواء مثل هذا اللي اخر او هرمون النمو يلي بنعطيه وقت تكون في عنا مشكله بالطول انه الطول مانه كافي بنعطي هرمون النمو، دخيلك ما بدنا نعطي هرمون النمو لانه هذا بيساوي عقم، يعني ما بيساوي عقم والدواء موجود بالعالم من 35 سنه. تمام. يعني بكره بنعمل حلقه عن موضوع الطول وبنحكي قديش مهم كمان هرمون النمو واعطائه وقت يكون في ضروره لاعطائه بعمر
باكر نسبيا. كثير مهمة، بتذكر وقتها كثير من المشاهدين اجى اتصالات كثير على هذا الموضوع، لازم كمان نتطرق له تماما. كثير مهم نحن نعطي العلاج المناسب وباكرا ما امكن. دكتور قديش باكرا ما امكن؟ كل ما نحن شفنا شيء، الاهل شافوا شيء مانو طبيعي تماما، لازم نراجع طبيبنا. والاستشارة ما بتكلفنا شيء، هي استشارة. وفي عندنا مراكز مجانية، إذا واحد أو واحدة إمكانية المادية ما بتسمح له وتسمح له أنه يراجع طبيب بعيادته الخاصة، في عندنا مراكز مجانية رائعة جدا، بيراجعوا الطبيب بالمراكز هي ويطلب التحاليل. وزارة الصحة مشكورة أنه موجودة كل الإجراءات والاستقصاءات اللازمة والفحوصات. نعم تمام. تمام. يعني دكتور مثل ما حكينا عن العوامل اللي بتأدي إلى البلوغ المبكر، خلينا نتطرق للمناخ. يعني نحن مع تبدلات دائما المناخ عم نشوف مثل الأكل اللي فيه هرمون، إن كان حتى الفاست فود قديش بتحكي عنه أنه نمتنع عنه، حتى له علاقة، قديش له علاقة هدول الأكلات اللي بيحبوها خلينا نقول الصغار أنه ياكلوا بطاطا مقلية تماما، البرجر هدول كله اللي عم ياكلوا، قديش هو كمان بيساعد بيحرد هدول الهرمونات؟ سؤال كتير مهم سالي. بنقول لكل مشاهدينا نمط الحياة الستايل أوف لايف بيلعب دور كتير كبير. أكتر هو عند البنات شائع أكتر البلوغ الباكر، أكتر البنات اللي بيراجعونا بيجيبون أهلهم مشان موضوع البلوغ الباكر عندهم زيادة وزن. السمنة هي السبب الأول للبلوغ الباكر، والسمنة ناجمة عن نمط الحياة السيء. قد ما قلنا انه انا هي عامل وراثي، انا اما سمينه وابوه سمين وعمه سمين، انا لو كانت امي سمينه وابي سمين وانا عم باكل بشكل صحي وعم بعمل رياضه ما بسمع. ما رح صحيح. يعني العوامل الوراثيه بتلعب دور. نحن وقت ما بنولد مبرمجين يصير معنا شيء بالمستقبل، بس كل ما نحن غيرنا نمط حياتنا كل ما اخرنا انه يصير هالشيء، اوقات يمكن نمنعه انه حتى يصير. معناتها نمط الحياه مهم جديد كثير. شو بناكل ومو كمية الأكل، نوعية الطعام. قبل ما بنقدر نبعد عن المقالي، نبعد عن العصائر، ناكل فواكه، ناكل خضار، وبنفس الوقت نعملنا نص ساعة مشي، ما بدنا أكتر من هيك، ونحاول إنه ما نتعرض كتير وقت يكون في عنا حرارة عالية، لأنه كمان ارتفاع درجة الحرارة والاحتباس الحراري لسوء الحظ عالمي وعم يعمل كوارث. صحيح. دكتور يمكن الأهل اليوم بحاجة لكتير من التوعية بشأن البلوغ المبكر. هون يمكن أي أهل بيلتجؤوا لدكتور، وخاصة دكتور الغدد، هو لازم أخصائي يكون دكتور غدد بخص البلوغ. شو هي الخطوات الأولى يلي لحتى يرتاحوا الأهل أو لحتى يكون في عندهم توعية كافية أنه ابنكم طبيعي أو ابنكم بحاجة لعلاج، يعني أو كيف طريقة التعامل مع الأهل بتكون؟ يمكن هي أصعب من طريقة العلاج بتكون. أكيد ليا. هلأ هو كتير مهم أنه يرتاحوا للطبيب، لأنه الطبيب وقت يستقبل الأهل ويشرح لهم ويريحهم، هي خطوة مهمة كتير. وهي بدنا نوجهها لكل زملائنا عبر الإخبارية، أنه كتير نحن مهم نشرح للأهل بالضبط شو عم بيصير. مثل ما قلنا العامل الوراثي بيلعب دور ليا. إذا كانت الأم صار عندها بلوغ باكر، مو معناتها نحن انه هي انا صار معي معناتها بترك بنتي، لا، الطب عم يتطور ولازم نتدخل. كل ما تدخلنا باكرا ما امكن كل ما قدرنا نفيد الاولاد اكثر. نحن بنغير نمط الحياه لكل العائله، مو بس للطفل او للطفله اللي عندهم علامات بلوغ باكر. يعني نحن دائما بنقول لهم اطباقنا نظام الغذائي للحوض البحر الابيض المتوسط هو منصوح فيه عالميا صحيح. هلا بيقولوا انه كتير مهم ناكل تبولة كتير، ناكل فتوش بس ما نقل الخبز، ناكل محاشي يا لونجي، هي كتير مهمة. بعدين ما نقص الشجر، أنا برمريتها في سندياني عمرها 1000 سنة قصوها عند تحت بيتي والبلدية، هلا بدي أوجه لها كتير هيك شكر كبير، لأن ما قدروا يعملوا إنه يعملوا هيك شوي صغيرة يحيدوا سندياني عمرها أكثر من 1000 سنة. هي شغلة كتير مهمة قصوها حتى الطريق يمر هيك ما يمر هيك. بينما بلدان العالم هاي السندياني قديش بتعطي حياة لكم شخص؟ أكسجين تمام. أموها البلدية وقديش تدخلنا لحياتها لمن تنادي. تمام. يعني دكتور مثل ما قلنا هلأ وحكينا عوامل كتير لازم يديروا بالهم الأهل عليها، بدنا منك نصايح لا يتجنبوا الأهل الوقوع بالبلوغ الباكر للأسفل. كل ما نحن من عمر صغير وقت الاولاد لسه اول ما عم يطلعوا اسنانه بيعطوه شيبس لحتى انه قال مشان يحك اسنانه، ما تعطوه شيبس، قشروا تفاحه وعطوه يعني حيز تفاحه انه
عودوه على الفواكه من هو وصغير، ما بدنا عصائر، حتى العصائر الطبيعيه لانه الالياف مهمه، نكتر كثير خضار باكلنا. دائما نتعلم انه ما نضل قاعدين، كثير حلو التكنولوجيا الايباد والكمبيوتر والهي، بس ما بدنا نضل قاعدين كل الوقت، هي العاب الكمبيوتر يلي فيها الستريس بيلعب دور كثير مهم، ودول الاولاد اللي بتلاقي كل الوقت هيك مثل على الموبايل كثير، كمان بدنا نحاول قد ما بنقدر نطلع نغير جو. هلا عنا على الجبال والحمد لله صار بلدنا احلى واحلى، بنقدر نغير بقى الامور كلها ان شاء الله على احسن بقى، كل ما دخلنا باكر ما امكن كل ما ساعدنا اطفالنا. نعم دكتور، سؤال اخير، يمكن بعد مرحله البلوغ اذا صار مع الولد صدمه نتيجه يمكن ظروف مرق فيها او مع خلينا نقول يا شباب يا صبايا البالغين الجديد صار في صدمه، هاد صدمه نفسيه كانت، هذا الشيء بياثر؟ طبعا العامل النفسي بيلعب دور كثير كبير. ونحن لسه لهلا يعني هلا عم نمرق بصدمات فظيعه، عندنا عدم وعي ليا نفسي، انه نحن بنراجع طبيب الصحة العامة إذا صار عنده ابننا مشكلة نفسية ما منراجع حدا مختص، لأنه أنا ماني مجنون. نحن مثل ما الجسد بحاجة لعكازة أوقات، الروح والنفس بحاجة لعكازة أوقات، بتكون لمرحلة مؤقتة، وكل ما تدخلنا وفي عنا اختصاصيين بالطب النفسي رائعين ببلدنا بقى كتير مهم نراجعهم، بيساعدونا أنه كمان العامل النفسي كتير مهم أنه نجبره قبل ما يصير بدل ما يكون مفكوش يصير مكسور. مكسور صح يا دكتور زياد. يعني بدنا نتشكر دائما وجودك معنا ضمن هيدا الفقرة يلي كل المشاهدين طبعا عم يستفيدوا من نصايحك، من المعلومات الجديدة اللي كل مرة عم تقدم لهم ياها. بدنا نتشكر اليوم وجودك معنا، وان شاء الله منكون مع بعض بمواضيع تانية كمان تحقق الفائدة لك المشاهدين. يسعد صباحك. شكرا لكم. يسعد صباحكم. حبيتها هي من اهل البيت. ايه انت من اهل البيت طبعا دكتور، حتى لابسين نفس الالوان. اهلا وسهلا فيك دكتور. شكرا.